السلام عليكم، تحية مليئة بالحزن مؤطرة بالحنين إلى أرض كربلاء المقدسة. اليوم لدينا حلقة من برنامج لوحة وحكاية. هذه الحلقة بالتعاون مع الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة، وتحديداً شعبة الإعلام. وأيضاً شارك في هذه الحلقة مجموعة من أطفالنا المتميزين في مؤسسة ريتال الخيرية. حكايتنا اليوم عن السيدة زينب عليها السلام والطفلة رقية. أهلا بكم من جديد أطفالي الأعزاء. اليوم إحنا قلنا قصتنا حول هذه اللوحة. أنا قلت قبل شوية اللوحة تخص منو؟ منو السيدة الموجودة ومنو الطفلة؟ أحسنتي، منو السيدة الموجودة؟ سيدة زينب وسيدة رقية. والطفلة منو؟ رقية. السيدة رقية، أحسنتي. إذن قصة حدثت في سنة 61 للهجرة، وتحديدا في أرض كربلاء المقدسة. هذه السيدة العظيمة اللي هي السيدة زينب عليها السلام، امرأة عظيمة معروفة جدا بالتاريخ وأيضا بتاريخنا الإسلامي. من يقدر يقول لي من هي السيدة زينب؟ اسمها كامل زينب، منو أبوها؟ حسين. والدها، منو والدها؟ الإمام علي. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، منو أخوها؟ الإمام حسين. أحسنت، منو؟ الإمام الحسين عليه السلام والإمام العباس عليه السلام. منو جدها؟ جدها هي حفيدة نبي. منو جدها؟ النبي محمد. أحسنتي، منو جدها حبيبتي؟ النبي محمد. النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذن هي سيدة عظيمة، هي أخت الإمام الحسين، بنت الإمام علي عليه السلام، والدتها السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، وجدها هو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه السيدة العظيمة ولدت في الخامس من شهر جمادي الآخر. زين، السيدة زينب سلام الله عليها نشأت نشأة غير طبيعية، من بيت محترم، من بيت نزل فيه الوحي، من أم من أطهر نساء العالم، والدها من أشجع العرب نسبا وحتى في التاريخ، في تاريخ الحروب اللي خاضها. السيدة زينب عليه السلام سافرت مع أخوها الإمام الحسين عليه السلام إلى واقعة كربلاء حتى تكون مساندة إليه في حياته وفي حربه مع الطغاة. زين، أنا نسأل سؤال، قدامها أكو موجود جيش، هذا الجيش اللي كان مقابلها جيش منو؟ جيش يزيد لعنة الله عليه. نعم. طيب، في هذه المعركة احنا نشوف السيدة وحيدة مع طفلة، أين المقاتلين؟ وين موجودين حاليا؟ المقاتلين اللي معاها وين موجودين؟ ليش بقت وحدها؟ وين المقاتلين؟ توفوا. بالحقيقة صحيح، استشهدوا في هذه المعركة، لكن هي شنو ماسكة بيديها؟ ماسكة بيديها راية الحرب. إذن هي مرأة قوية وصابرة وإلها شجاعة، بحيث ممكن تواجه عدو، ممكن تواجه جيش، لكن مو تواجهه بسلاح، واجهتها بكلمة، واجهتها بموقف. ها هي السيدة زينب. زين، من يقدر يقول لي شنو الألقاب اللي خاصة بالسيدة زينب؟ أنا أسأل منو يا حبيبتي؟ زينب الكبرى. أحسنتي، زينب الكبرى. بعد من يقدر يقول لي أحد ألقابها؟ العقيلة. العقيلة، أحسنتم. أكو بعد لقب آخر يا حبيبتي؟ جبل الصبر. جبل الصبر، أحسنتي. بعد من يقدر يقول لي؟ الحوراء. الحوراء، أحسنتي. إذن هنالك ألقاب كثيرة للسيدة زينب عليه السلام اللي ذكرتوها، لكن كان أهمها هو جبل الصبر. زين، يا ترى ليش سميت جبل الصبر؟ من يقدر يقول لي يا ماما؟ لأنها صبورة. أحسنتم، صبورة. أقولكم شلون صبورة. السيدة زينب عليها السلام عانت كثيرا في حياتها، صبرت، شافت مصيبة جدها النبي محمد صلى الله عليه وآله في استشهاده، شافت مصيبة والدها، مقتل والدها
الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، شهدت أيضاً استشهاد والدتها الزهراء عليه السلام، شهدت أيضاً استشهاد أخوها الإمام الحسن عليه السلام، وكان أخيرها استشهاد الإمام الحسين عليه السلام مع أهل بيته مع أولادها ومع أصحابه، فسميت جبل الصبر، وأيضاً اسم آخر أم المصائب، يعني من كثر المصائب والمحن اللي شافتها السيدة زينب عليه السلام. طيب السيدة زينب، هذا الاسم الجميل زينب، من يقدر يقول لي شنو معناته؟ تكون معلومة شنو معناته؟ إمامة زينب الأب. أحسنت، أكو نظرية تقول هو عبارة عن مقطع زينب، صحيح بالفعل زينب، أو هنالك تفسير آخر لاسم زينب، من يقدر يقول لي؟ لو أقوله أنا، زينب أيضا يجي معناته بأنه شجرة جميلة المنظر طيبة العطر، وتعتبر من فصيلة الزنبقيات، وهي شجرة جميلة جدا وذات عطر جدا رائع، هي شجرة الزينب أو اسمها زينب. تمام عيني؟ زين. إذن السيدة زينب عليه السلام لها مسيرة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، دورها كان، من يقدر يقول لي دورها في معركة الطف شنو بالضبط كان؟ إمامة، تحمي الأطفال والنساء. أحسنتي، هاي كانت بعد المعركة، كان لها دور كبير في حماية الأطفال والنساء. طيب قبل المعركة كان لها دور إمامة؟ تشجيع الإمام الحسين والعباس. أحسنت، السيدة زينب عليه السلام كان لها عدة أدوار، الدور الأول هو كان تشجيع الإمام الحسين عليه السلام، الوقوف إلى جانبه، مؤازرته في المحن، هاي كان دورها معه. اجت معه من المدينة المنورة إلى أرض كربلاء المقدسة، وبقت معه هي وأولادها وإخوتها لمساندة موقف الإمام الحسين عليه السلام ضد الطغاة، ضد يزيد وزبانيته. بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كان لها دور جدا كبير، حمت الأطفال والنساء، صحيح خافت عليهم، حمتهم طوال المسيرة الصعبة اللي لاقوها، لأن كانوا أصبحوا أسارة، أصبحوا سبايا، فكانت هي الحاضن الأساسي لكل الأطفال وكل النساء، بحيث كل الأطفال كانوا يصيحوا لها عم زينب. إضافة إلى هذا، حمت الإمام السجاد عليه السلام، هو الرجل الوحيد اللي بقى، كان مريض سلام الله عليه، أيضا حافظ على الإمام السجاد عليه السلام حتى ما تنقطع الإمامة، فبقت محافظة عليه، هذا كان دورها. أكو دور جدا مهم أيضا في المعركة، وهو الدور الإعلامي. السيدة زينب كان لها موقف شجاع ما يقل عن دور الإمام الحسين عليه السلام، ولا المعركة حدثت في الصحراء، وكان في ذلك الوقت ماكو وسائل تواصل حتى ممكن نعرف شنو اللي قاعد يصير، معركة صارت وانتهت في عمق الصحراء، ما كان أحد يعرف شنو ملابساتها، لكن السيدة زينب سلام الله عليه في أي منطقة كانت تذهب إلها تخطب خطبة قوية جدا، وتبين مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وتبين شنو اللي صار في كربلاء، ومن هو الإمام الحسين، ومن هم أولاده، ومن هم أصحابه، ومن هم، وما هو فضله في الدين الإسلامي. فبالتالي قلبت الوضع على من؟ على يزيد لعنة الله عليه، بالكلمة بالحرف. الشيء المهم الآخر، السيدة زينب أيضا شنو في المعركة؟ كانت شجاعة قوية، ما كانت ضعيفة، كانت واضحة بأنه هي بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، في كلامها، في منطقها، في كل الخطب اللي اتكلمت بيها، حافظت على حجابها، حافظت على سترها، حافظت على البنات الموجودين بحجابهم بسترهم، وهي مسألة جدا مهمة في المصائب وفي المحن، أنه يجب المحافظة على العفة والستر في كل الابتلاءات. هذا كان هو دور السيدة زينب عليه السلام حتى استشهدت في وين قبرها، من يقدر يقول لي؟ في أرض الشام. أحسنتي يا ماما، كان استشهاد السيدة زينب سلام الله عليها في أرض الشام، بعد أن تم استدعائها مرة ثانية من المدينة المنورة إلى أرض الشام حتى يزيدون من إيذائها، فاستشهدت في الشام، ومقرها أو المرقد اللي موجود حاليا في سوريا، وهي مقصد لكل المطالب، وإذا كرامات كثيرة من الله سبحانه وتعالى. طيب هسه نجي على الطفلة اللي موجودة باللوحة، ذات لاحظتوها أكو طفلة تحمل الراية، من هاي الطفلة؟ من يقدر يقول؟ فقية. أحسنتي، منو؟ فقية.
السيدة رقية. طيب من يقدر يقول لي السيدة رقية منو أبوها؟ والدها الحسين. الإمام الحسين، أحسنت. إذن هي طفلة الإمام الحسين عليه السلام. طيب والدها الإمام الحسين منو جدتها؟ فاطمة الزهراء. أحسنتي، فاطمة الزهراء عليه السلام. إذن هي واحدة من سليلات النبوة، حفيدة السيدة الزهراء عليها السلام. هذه الطفلة كان لها قصة حزينة جدا. السيدة رقية كانت في معركة الطف تبلغ من العمر 3 إلى 4 سنوات حسب الروايات. ولدت في سنة 57 أو 58 للهجرة. هذه الطفلة كانت واحدة من طفلات الحسين، وكانت ملازمة جدا لوالدها في كل مسيرته، كأي طفلة تحب والدها. في معركة الطف وبعد استشهاد القادة وبعد استشهاد الأصحاب وآل هاشم والإمام الحسين عليه السلام، هذه الطفلة بقت مذعورة وخايفة. معركة وجثث وصياح وحرق للخيام، واليزيديين الله يلعنهم كانوا يركضون يركضون خلف الأطفال ويعنفوهم بشكل كبير. هذه الطفلة كانت خائفة وتنادي يا حسين يا حسين، نادي على والدها مثل أي طفلة خايفة. كان دور السيدة زينب عليه السلام باحتضان هذه الطفلة ومعاملتها معاملة رقيقة حتى تهون عليها ألم السبي. القصة اللي صارت بداية الرحلة هو أنه بعد مسير السبايا على النوق. النوق يعني شنو؟ يعني الجمال، ما كان أكو كان وسائل نقل غير الجمال. أحسن، زوجة الجمل. فأثناء المسير أحد اليزيديين الله يلعنه كان يصيح على هذه الطفلة لأن كانت تبكي باستمرار. بعد بكائها بالاستمرار دفعها دفعة قوية، فالطفلة سقطت من على الناقة. طفلة صغيرة ما تلحق، صعبة تلحق بالناقة. وإذا الليل خيم على الوقت، فالدنيا ظلام والطفلة ما قاعد تقدر تلحق بالقافلة. فإذا الرمح اللي كان على رأس الإمام الحسين عليه السلام يتوقف وما حد يقدر ينتزعه من الأرض. قصة غريبة، القافلة تريد السير فلازم الرمح يحملوه أمام القافلة. الرمح بقى ثابت في مكانه. وإذا بعد ما أتعبوا من هذه الحالة جوا على الإمام زين العابدين عليه السلام وخاطبوا، قال الرمح بقى ثابت في الأرض ما يقبل يتحرك، شنو السبب؟ فقال لهم أحد الأطفال تخلف عن القافلة. شوفوا يا طفل بقى بعيد عن القافلة. فهنا نزلت السيدة زينب عليه السلام روحي لها الفداء، وبقت تركض في الصحراء خلف القافلة تبحث عن منو من الأطفال اللي يتخلف عن القافلة. وإذا تشوف منو؟ السيدة رقية. السيدة رقية سلام الله عليها جاثمة على الأرض. فأخذوا الطفلة ورجعوا للقافلة، وإذا الرمح يتحرك. هاي واحدة من الكرامات اللي صارت مع السيدة رقية عليه السلام، ونقدر نعرف أنه شنو العلاقة اللي كانت قوية ما بينها وما بين أبوها. أبوها عبارة عن رأس لكن معافها، بقى ثابت في مكانه إلى أن بنته تلتحق بالركب. طيب المسألة الأخرى اللي صارت مع سيدة رقية وهي قصة استشهادها. وصلوا إلى الشام وكانت عبارة عن خريبة. خريبة يعني مكان لا يأمن من حر ولا يأمن من برد، قديم ومتهالك. كان مقر السبايا، سبايا آل البيت، النساء والأطفال. فكانت الطفلة تصرخ تريد والدها، وإذا اللعين يزيد يطلب منهم أنه أعطوها والدها. فجابوا طشت، وكان في هذا الطشت رأس الإمام الحسين عليه السلام مغطى. وإذا الطفلة ترفع الغطاء شافت رأس والدها. هنا الطفلة ما تحملت الأمر وتوفت. فكصبح قبر السيدة رقية في أرض الشام اللي هي تحديدا حاليا في سوريا. إن شاء الله يرزقكم الله سبحانه وتعالى زيارة قبر العقيلة زينب سلام الله عليها، وأيضا قبر السيدة رقية، اللي هذين القبرين هما عبارة عن روضة من رياض الجنة. وأيضا كل من عنده حاجة تعطيه هذه الحاجة حسب مكانتها عند الله سبحانه وتعالى.
هنا أتينا إلى ختام حكايتنا عن السيدة زينب سلام الله عليها والطفلة رقية. قلوبنا ترفرف نحو الشاب، نحو قبر العقيلة زينب والطفلة رقية. لكم مني أحلى وأرق تحية من جانبي قبري الإمامين الهمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام، ومن داخل المتحف الخاص بالعتبة الكاظمية المقدسة للنحد. شكر وتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، العتبة الكاظمية المقدسة، شعبة الإعلام، وكذلك مؤسسة ريتال الخيرية التي ساهمت في إرسال هؤلاء الأطفال في هذه الحلقة. لكم مني كل الود، إلى اللقاء.